ولكن ما نخليوش ولادنا اوطاج. ما يمكنش شي حاجه وقع وهذه ماشي مسؤوليه ديال الحكومه فقط، هذه مسؤوليه ديال الاباء ديال المواطنين. ما يمكنش نخليوها شي وكنتفرجوا فيه، راه عملنا اللي يمكن. كيفاش كتجي وكتناقش وبلاتي ونمشي نشوف وبلاتي ونشوف هذا ونشوف هذا في واتساب؟ اش ما يمكنش، سي با بوسيبل. هذه دوله المؤسسات. الا شي واحد ما بغاش هذه الدوله المؤسسات يقولها لنا. ولكن راه ما كنشوف شي غرض اخر، ما كنشوف شي غرض اخر اللي هو في صالح التلميذ. حنا والله القسم ما تعطات هذيك 10 المليار ديال الدهم وداك الشيء الاخر اللي تعطى كذلك، غادي نديروا ليه التقييم ديالو الا باش نصحوا واحد الوضع ديال الباسي ديال هاد الاساتذه وفي وجه هذوك الوليدات ديال المغاربه. بالله القسم العظيم راه الا بغيتوا قولها الاساتذه يتخلصوا والموظفين يتخلصوا مزيان، الا بغى حتى واحد ما يتخلص يمكن نبقاو نعطيو في ارقام. ما يمكنش، وصلنا للنهايه ديال النقاش في هذه القضيه ديال سميتها. ولكن اسمحوا لي، هادشي ديالكم كلكم وديال المغاربه كلها، ماشي حنا حكومه ولا انا بوحدي ولا وزير التعليم، ولادكم هادو. سي با بوسيبل، ما يمكنش نقبلوا هاد لا سيتياسيون نبقاو نتفرجوا فيها هكذا وحابسين علينا هاد الناس. ما يمكنش.